ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث والسياسي الأستاذ حسين العليان. أستاذ حسين، بداية السلام عليكم، كيف تنظر إلى تزايد وتيرة التظاهرات في العراق الآن؟ يعني سبق وأن تحدثنا أيام المظاهرات الكبيرة قبل عام أو عامين في البصرة، وقبل هذا الكثير تحدثنا عن أنه العراقيين يعني ستزداد معاناتهم مع النظام السياسي العاجز عن حلحلة مشكلات البلد، وبالتالي ليس لديهم خيار إلا انتزاع حقوقهم بالوافد في الشارع، سيما وأن الدستور يسمح للناس بالتظاهر السلمي. يعني اليوم الدستور يسمح للناس بأن تتظاهر سلميا، والسلطة في بغداد الحقيقة على مدار 17 عام الآن، مر على الاحتلال تقريبا أقرب من 17 عاما، ولم تعالج مسألة واحدة. يعني هناك عقم في النظام السياسي يجعل عاجز عن معالجة أي مسألة من المسائل اللي بتمر فيها. أنت شوف أبسط الأمور، هناك كوارث تحصل في العراق تتجدد سنويا إن لم تتجدد في السنة 10 مرات. حادثة عبارة الموصل، من يتحدث عن حادثة عبارة الموصل؟ أين وصلت المحاسبة والمحاكمات؟ أو أين وصلت كيف تقيم النار؟ كيف تنظر إلى تعامل الحكومة في العراق مع المتظاهرين، وهو كما هو معروف بعنف مفرط؟ الحقيقة الحكومة ما أمامها خيارات، لأنه أنت ما بتعرف مصدر العنف في الشارع منين. يعني الحكومة في بغداد هي حكومات وليست حكومة واحدة، ليست هناك سلطة مركزية واحدة وسلاح واحد لتستطيع أن تحدد من هو خصمك في العراق، وهذا فوضى السلاح وفوضى الصلاحيات وفوضى النظام السياسي. سيصعب معها معالجة أو الحديث عن من يقتل من يعتقل من. يعني هناك في ضوء ما تحدثتم دكتور، إشكالية كبرى في العراق. لا تستطيع أن تحدد المسؤوليات، لا تستطيع أن تحاسب أحد، لا تستطيع أن تعالج أي قضية من القضايا. ما سبب عشيرة بتنزل على الشارع بتسد لك الحكومة؟ نعم أستاذ حسين، ما سبب هذا ما وصفته بالعقم السياسي والذي يجعل الحكومة عاجزة عن معالجة أي حل؟ يعني هل مطالب المتظاهرين صعبة إلى هذا الحد؟ شوف الحقيقة المسألة مش مسألة يعني موضوع مربوط في موضوع، هي سلسلة من الحلقات المتداخلة مع بعضها البعض. لا يمكن أن تعالج مسألة بالعزل عن المسألة الأخرى. يعني صارت جذرية أن هناك نظام سياسي في العراق، ثمن هذا النظام السياسي يعني على كل أشكال المحافظة العرقية والمذهبية والسياسية، وبدأت تتفرع محافظات من داخل نظام المحافظة، وبالتالي غابت فلسفة وجود دولة. ما في دولة اليوم تتحدث عن العراق كبلد، هناك محاولات هنا وهناك، هناك حديث صحفي هنا وهناك، لكن محاولات جدية ما في. لا أنت بتملك سلطة موحدة، ولا بتمتلك سلاح موحد، ولا بتمتلك اقتصاد موحد. يعني هناك اقتصاديات كبرى اليوم طيب يعني نتساءل أستاذ حسين، يعني أيضا هناك نواب طالبوا الحكومة في بغداد بعدم تجاهل مطالب المواطنين البصريين، ماذا يترتب عن عدم مبالاة الحكومة بما يقوله النواب؟ يعني أليس الأجدر بالنواب هنا أن يقدموا استقالاتهم على الأقل؟ يعني النواب جزء من المشكلة وليسوا جزء من الحل يا أخي الكريم. النظام البرلماني اللي أسس في بغداد هو ليس نظاما برلمانيا، وأكذوبة برلمانية وأكذوبة ديمقراطية. لا يمكن يعني الديمقراطية مطلوب كل الأحرار في العالم، بمعنى أن يحكم الناس ويدير الناس شؤونهم ومصالحهم. في العراق لا تدير الناس شؤونها، لا تعبر الناس عن الممثلين، لا يعبروا عن مصالح الناس تعبيرا سابقا. هناك 100,000 مشكلة في إنتاج البرلمان، وأنت تعرفها. الحياة السياسية منقسمة في بغداد، كل 4 مخربطين يسووا حزب وبيطلعوا بكتلة وبيحلوا وبربطوا في البرلمان.
يعني أنت لا تستطيع اليوم في ظل هذا النظام السياسي لا قانون الانتخابات صالح ولا آليات العمل الديمقراطي بالانتخاب صالحة ولا هناك تمثيل حقيقي لشعب العراق ولا 90% من شعب العراق غير مقتنع بآليات الديمقراطية القائمة. وبالتالي أنت ما فيك تقول البرلمان العراقي هو جزء من المشكلة كما السلطة التنفيذية جزء السلطة القضائية جزء من المشكلة. اليوم نظام في العراق نظام هجين مخربط يعني لا يمكن تعتمد عليه في حكم عاليات البلد. وضحت الصورة أستاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا لك.